رمضان كريم. سامعين بقصة النجار المظلوم؟ إذا مش سامعينها من قبل أنا رح خبركن هالقصة. بتقول كان في نجار عايش مع عائلته بالمدينة على قد حاله، بيشتغل يوم بيوم ليعيل مرته وولاده. ورغم وضعه المادي الدقيق، هالنجار ما في فقير أو محتاج قصده ودق بابه إلا ما ساعده على قد ما بيقدر، لأنه كان يآمن إنه العطاء رح يرجع له أضعاف. وهالنجار اتعود كل يوم هو يراجع على البيت من شغله يمرق على العم جحا بأول الضيعة، يطل عليه ويسأل خاطره إذا عايز شيء. بس بهونيك يوم كان راجع وتعبان كتير، وصل عبيته ونسي يطلع على العم جحا. ومع غياب الشمس تذكر النجار وقرر يروح يسأل عنه. راح النجار ركض على آخر الضيعة مطرح ما بيسكن العم جحا. وصل عبيته ودق عليه كتير، بس ما حدا فتح له والبيت كان معتم. عرف النجار إنه العم جحا مش بالبيت. رجع على بيته، وشي إنه وصل تطلع صرخة حراس قصر حاكم المدينة. حرامي جرب يفوت على القصر بس هرب وما لحقوه الحراس. وصلت الحكاية للحاكم، والحاكم وكل مساعدينه هن بيعرفوا مين هو الحرامي، بس المبغضين بحق النجار قالوا إنه هن شافوه راكض من حد القصر. عرف النجار شو عم بيدور عند الحاكم، وقرر يروح يزور الحاكم ويخبره إنه هو بريء من سرقة هيديك الليل، بس ما قدر يوصل. مرق أسبوع على هالحال، لا النجار شاف الحاكم ولا الحاكم عرف الحقيقة. وبعد أسبوع أمر الحاكم بإعدام النجار ليكون عبرة لكل مين بيفكر يقرب على قصره أو يفكر يسرق شي من المدينة. ليلتها النجار ما نام، خاف تعب. بس هالرجال هو وقاعد بالليل بتقله مرته هالست التقية يلي بتصلي كتير، نام يا رجال واعتبرها ليلي مثل كل الليالي، انت بريء وبواب النجاة كتير، ونيال المظلوم وعد ربه بريء. رح تفرح ورح تفرش، سلمها لربك والفرج عنده. كلام مرته ريحه فصلى ونام. طل الصبح طلعت الشمس ومعها اندق الباب. ركض النجار طلع من الشباك لقى جنود الحاكم. اطلع بزوجته نظرة عتب، وبهالنظرة قلل كتير، كأنه قال لها يا ريتني هربت مبارح وما سمعت منك،
سببك اليوم راح يعدمون. فتح النجار الباب ومد إيديه للجنود ليكبلوه، بس اللي صار ما كان متوقع. اطلع رئيس الحرس بالنجار وقال له: الحاكم مع الفجر غمض عيونه ورحل عن عالمنا، بدنا منك تصنع له تابوت. تعجب النجار وما صدق اللي سمعه، ضوى وجهه وابتسم لزوجته بسمة شكر، وصدق إنه قد ما تعب الإنسان بالتفكير، عند الله وحده التكبير. رمضان كريم.